بالوضوء فور لمسنا للمياه. ذلك تكون ملامستنا للمياه ممنوعة. كانوا يتهموننا بالوضوء فور لمسنا للمياه. وبعد ذلك تكون ملامستنا للمياه ممنوعة. كانوا يتهموننا بالوضوء فور لمسنا للمياه. وبعد ذلك تكون ملامستنا للمياه ممنوعة. كانوا يتهموننا بالوضوء فور لمسنا للمياه. أمي أو أختي، حين نظرت إلى نفسي وإذا بكامل جسمي ورأسي ممتلئ بالتقرحات ولا يوجد لدي شعر، فقلت في نفسي صحيح، هو يقول الحقيقة. فجلست بدون أي صوت. لقد كنا نغسل أيادينا مرة واحدة فقط عند الاستيقاظ في 5 فجرا. وبعد ذلك تكون ملامستنا للمياه ممنوعة. كانوا يتهموننا بالوضوء فور لمسنا للمياه. لقد كانوا يعرضون على التلفاز مقاطع لرئيس الصين لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة أسبوعيا، ثم يجبروننا على كتابة عبارات مثل: كتب الساعة 12:51 مساء بحسب التقويم الرسمي لأم القرى. كتبه الإمام ناصر محمد اليماني. البيان بعنوان: فيروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة الله على أنبيائه وأوليائه في كل زمان ومكان، لا خوف عليهم من عذابه ولا هم يحزنون. فلكم نصحنا صناع القرار، قيادات المسلمين خاصة والكفار عامة والمعرضين، ولكن لا يحبون الناصحين. وعلى كل حال، لقد كذب المكذبون بحديث الله، سواء الملحدون أو المشركون أو المسلمون، إلا من رحم ربي منهم وكسب في إيمانه خيرا. وتركتم لله الواحد القهار الذي جعلني خليفته على العالمين، ليظهرني عليكم بحوله وقوته، تصديقا لقول الله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أملي لهم إن كيدي متين. صدق الله العظيم القلم. وها هو تحداكم بأصغر جنوده لا يرى بالعين المجردة. فزلزل دول العالم الكبرى والصغرى زلزالا عظيما، وهو مجرد فيروس بشري لا تحيطون بعلمه. من أين غزاكم الله به، متحديا الله به كافة علماء الطب البشري؟ فلا، ولن يستطيع أن يجد له لقاحا مضادا كما يزعمون مهما أعلنوا، فلا يفتنوكم، فوالله إنهم لكاذبون. برغم أنه كائن حي صغير من جنود الله الخفية، ولو اجتمع له كافة أطباء البشر، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ونصيرا، فلا ولن يستطيعوا بإذن الله، كي تعلموا أنكم لا تحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه.
ولكنكم قوم ملحدون، ولسوف ترون من مكر جند الله المجهول. فيروس كورونا الخالق ما لم تكونوا تحتسبون. ويستدرجكم الله به ويستدرجكم الله بطريقة إصابته الذكية والخفية ليصل إلى من يشاء الله من كبرائكم من حيث لا يعلمون. وأرى منظمة الصحة العالمية لا يعتبرونه وباء عالميا بعد كونهم بزعمهم سوف يسيطرون عليه، وإنهم لكاذبون. فكيف يسيطرون على عذاب الله؟ ولكني الإمام المهدي ناصر محمد اليماني خليفة الله على العالمين أفتيكم بالحق أنه ليس مجرد وباء عالمي، بل عذاب عالمي. وبما أنه من صنف العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلكم ترجعون، فحتما الوفيات قليل بادئ الأمر، ولكن الإصابات الآن بالملايين، وكثير منهم لا يعلمون أنهم مصابون. وذلك مكر من الله حتى يصيبوا قوما آخرين يظنون أنفسهم في مأمن من عذاب الله الخانق للجهاز التنفسي، فيضيق عليه تنفس الهواء شيئا فشيئا كأنما يصعد في السماء حتى يختلق بسبب التصاق الجهاز التنفسي وقناته. فكيف لا يصيب الله المستكبرين من يشاء الله منهم وهم أولاد به صغيا؟ أولئك المعرضون عن ذكر ربهم لعلهم يرجعون، ويهلك به الله من يشاء منهم موعظة للعالمين لعلهم يرجعون إلى ربهم الحق بالتضرع والدعاء أن يكشف عنهم عذابه ويعدون الله أن يتبعون كتابه القرآن العظيم، ويسأل الله التثبيت الذي يحول بينهم وبين قلوبهم، فيرجون من الله أن يثبت قلوبهم على الوفاء بما وعدوه، أن يجنبهم عذابه فيكشفه عنهم، ليتبعوا كتابه القرآن العظيم ليكونوا من المهتدين. وما أريد أن أختم به بيان هذا هو النداء من الله في محكم كتابه في أثناء موعظة عذابه بمرض الصدور، تصديقا لقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. من سورة يونس الآية 57. فتلك موعظة عذاب، موعظة للمتقين. وأعلم أن ذلك عذاب ووجع وهلع كبير لشعوب لعلهم يتوبون فيعبدون الله وحده لا شريك له، ويتوبون من كبائر الإثم والظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن سرا وجهرا، ويتوضؤون الوضوء الكامل ليعبدوا الله وحده لا شريك له فلا يدعون مع الله أحدا. واعلموا علم اليقين أنه عذاب عالمي خفي المكر من الله الواحد القهار، وليس مجرد وباء كما تزعمون. هيهات هيهات ولسوف تعلمون. ففروا من الله إليه إني لكم منه نذير مبين. ولا تغلقوا بيوته على الفارين إلى ربهم ليقيموا الصلاة لربهم وحده لا شريك له، وأن المساجد لله فلا يدعون مع الله أحدا،
من دخل بيوت الله لعبادة ربه كان آمنا من فيروس الاختناق، حتى ولو دخل معه المصابون فارغون إلى الله، فلن يصيب المصلين الصالحين الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. واعلموا أن فيروس كورونا عذاب جديد ذو بأس شديد، داء الصدور شيئا فشيئا، حتى يقطع نفس من يشاء الله. ومن شفي منه فليعلم أنه ليس بسبب علاج الأطباء، بل بسبب دعائه لله أرحم الراحمين. فلا ينبغي لهم أن يجدوا لعذاب الله علاجا، كونه ليس ابتلاء لتمحيص ما في صدوركم، بل عذاب يصيب صدور من يشاء الله من المعرضين منكم لعلهم يرجعون. ومنكم من يتوفاه الموت بعذاب الاختناق، ذلكم ما تسمونه فيروس كورونا، وليس إلا من العذاب الأدنى لكثير من الناس لعلهم يرجعون ولربهم يتضرعون، فيكشف عنهم سوء العذاب ويتبع الكتاب الحق من ربهم القرآن العظيم. ولن يكشف عن أصحاب السجود على ما يسمونه تراب الحسين، فما أنزل الله بذلك من سلطان لا في القرآن ولا في سنة البيان الحق من ربهم، بل ابتدعوها من عندي أنفسهم. ولن يكشف عن أصحاب دعاء من في القبور ليكشفوا عن السوء، فلا يسمعون دعاءهم ولو سامعوا لما استجابوا لهم، ويوم القيامة يكفرون بشركهم ويتبرؤون منهم ويكونون عليهم ضدا. فلكم حذرناكم ونصحناكم أن لا تدعوا مع الله أحدا، ولكن للأسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكذلك نحذر الظالمين بشكل عام، كبرائهم ومن يليهم في بلاد المسلمين والعالمين، من عذاب الله الأدنى وعذاب آيات أخرى، حتى يظلهم العذاب الأكبر. للذين طغوا في البلاد وظلموا شعوبهم بغير الحق فأكثروا في الأرض الفساد، إن ربك لهم لبالمرصاد. ونحذرهم كذلك من عذاب كويكب، العذاب الراجفة ترجف وراء المحيط الأطلسي إلى الغرب منه في الولايات المتحدة الأمريكية، فيثير نقع تراب أرضهم، فيملأ بتراب أرضهم فضاء العالم، وموجة ضاربة تنتشر بأصقاع هذا العالم بأسره. ولسوف تعلمون، إنا لصادقون بإذن الله رب العالمين. وكوكب صقر من بعد ذلك إذا لم يحدث لكم كويكب العذاب ذكرى، فاتقوا الله يا أولي الألباب. وجاء الفساد الأكبر الموعود في أرض المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين، ألا وإن حرمة المسجد الأقصى عند الله كحرمة المسجد الحرام، يا من بعتم بيت الله المعظم فلن تجدوا لكم من الله من ولي ولا واق من عذابه، ولسوف تخسرون الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إني لكم ناصح أمين، وجاءكم الموت وأنتم في غفلة معرضون، اللهم قد بلغ، اللهم فاشهد، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.